معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن أحمد الجمل المدرب المساعد في الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي. يا كابتن أحمد مشرف ومنور. أنا ممكن أقول لك النهارده هارد لك على أو بالقياس بمستوى الإسماعيلي النهارده اللي كان مستوى جيد. السلام عليكم حبيبي كريم. طبعا يعني الكلام اللي انت قلته كلام طبعا كله صح وزيد عليه ان طبعا ده مش مكانه ولا قيمه النادي الاسماعيلي. ولكن هو النادي الاسماعيلي وصل للمرحله ديت لظروف كتير جدا انا مش حابب ان انا اخوض فيها. يعني احنا هنتكلم ان شاء الله في الاصلاح، هنتكلم في الخطوات اللي جايه ان شاء الله اللي تقدر توصل النادي الاسماعيلي المكان اللي يعني اللي يليق بيه ان شاء الله باذن الله. طبعا النهارده ماتش الحمد لله رب العالمين افضل بكتير من يمكن مش من ماتش الماتش الاولاني، كان في اداء برده كان في اداء محترم، ولكن لحد ما تقريبا الدقيقه 20 الشوط الثاني ابتدى الاداء يختلف شويه بعد ما جه فينا الجون الثاني. لكن انا الحمد لله رب العالمين في اطمئنان، لان في المستوى بيعلى، الشكل بيتحسن. احنا في فتره دلوقتي فتره بطولات، اعتقد ان شاء الله يعني كابتن ميدو وبيسعى والجهاز كله بيسعى ان احنا بندعم صفوف نادي الاسماعيلي الفتره الجايه بصفقات تقدر تساعد الفرقه تساعد اللعيبه اللي موجوده. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني يبقى التوفيق من نصيبنا الفتره الجايه. احنا النهارده يعني لو اتفرجت على الماتش احنا كنا الاقرب، احنا كنا الاخطر باستثناء اول ربع ساعه بس الشوط الاولاني، لكن بقيه الماتش كله يعني احنا سجلين، احنا مضيعين، احنا وصلين صح. يعني التوفيق النهارده اللي كان من نصيبنا كان يعني كان كنا ممكن اخذنا 3 بونت بس بقول الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل. ان شاء الله انا كابتن احمد هسالك مش على مستوى النادي، انا هسالك على مستوى غرفه خلع الملابس. الامور هادئه، الامور مستقره بالنسبه للاعبين والجهاز الفني، حاسس ولامس هدوء بالنسبه للاعبين، ولا شايف لسه في تشتت عند اللاعبين؟ بصراحه عشان نطمن الجماهير او حتى نقول لهم الوضع ايه كما هو قائم الان. كريم طبعا انت عارف ان احنا كان عندنا مشكله كبيره في المشكله الماديه، هي المشكله دي اللي كانت عامله لنا قلق كبير جدا. ولكن ميدو بصراحه حق ربنا اتعامل مع اللعيبه نفسيا كويس جدا، ويعني في ان شاء الله في حاجات ملموسه الفتره الجايه، اللعيبه هتاخد جزء من مستحقاتها. هايل. يعني اعتقد ان حتى الموقف اللي احنا فيه يعني يجبر اي حد ان هو يبقى هادي، لان الوقت ده مش محتاج اي خروج عن النص. لازم كلنا نبقى في صف واحد، يبقى في التزام، في هدف واحد ان احنا نخرج من الازمه ديت. انا بقول لك ان شاء الله المشاكل اللي كانت موجوده الفتره اللي السابقه هتتحل الفتره الجايه. هايل. ميدو وعد اللعيبه ان شاء الله ان هم هياخدوا جزء من مستحقاتهم الفتره الجايه. يعني ان شاء الله باذن الله مع مكسب ماتشين 3 و4 هتلاقي الامور اتحسنت جدا، وهتلاقي استقرار جاي، وهتلاقي الشكل حتى شكل النادي كله اتغير ان شاء الله باذن الله. طيب. لان انت عارف النادي الاسماعيلي بالنسبه للاسماعيليه ايه يا كريم؟ بالتاكيد. طيب كابتن احمد، متارجتين كام لاعب في يناير؟ مراكزهم حتى مش لازم الاسماء، ولكن كام لاعب انتم محتاجين يدعموا الفريق الفتره دي؟ لا انا مش هتكلم على يعني على مراكز، بس انا هتكلم على يعني على الصفقات اللي انت بتتابعها. يعني بنتكلم في حدود من 4 5 6، مش يعني مش هيبقى يعني زياده عن 6 ولا هيبقى اقل من 4. ما هو ده رقم كبير برضه، مش قليل في يناير، بس الاسماعيلي محتاج تدعيم. بالظبط كده، انت بتتكلم في رقم كبير، لكن الاسماعيلي محتاج يعني احنا عايزين، احنا عندنا خد بالك، احنا عندنا برضه يعني رقم كبير ليه، احنا عندنا في مراكز يعني ما فيهاش غير لاعب، فاحنا مضطرين ان احنا نجيب حد يبقى اضافه مع اللعيبه اللي موجوده عندنا. لعيبه كويسه، لعيبه محترمه، لعيبه والله بجد انا مش بقول كده كلام وخلاص، لعيبه محترمه جدا. يعني انا بشفق عليهم في الموقف. انت عارف يا كابتن احمد، عارف صعب جدا، عارف تسمح لي انا وانا بفرج على الاسماعيلي النهارده، الاسماعيلي عنده تشكيله وعنده غيابات النهارده كمان، بس عنده تشكيله بقول يا جماعه التشكيله ديت، سيبك من الاسماعيلي ان هم مسنودين على الاسماعيلي وتاريخ الاسماعيلي الكبير، بس كمان التشكيله دي ما تبقاش في المكانه دي في الجدول،
صعب دي حقيقه. تشكيله افضل من تشكيلات كتيره في الدوري بصراحه. بص يا كريم، انت طبعا انت راجل يعني بتفهم كوره كويس جدا، وعارف ان غياب الثقه عن لعيب الكوره حتى لو كانت امكانياته 100% صح بيسقط كتير جدا من مستوى تركيزه. صحيح. فاحنا محتاجين ثقه، بس اللعيبه تاخد ثقه. وانا الثقه دي هتيجي بالمكسب. انا والله العظيم ثلاثه بتمنى من الله ان احنا نكسب بس ماتشين ثلاثه ورا بعض، هتلاقي الامور اختلفت والشكل اختلف وكل حاجه اختلفت. انا النادي الصعيدي الفتره اللي فاتت شكله وتنظيمه في الملعب مختلف بسبب ان في ثقه بقت الفتره اللي فاتت كانت موجوده، وميدو والجهاز كله مدي اللعيبه ثقه كبيره، واحنا بقول لك دلوقتي احنا واثقين جدا في قدراتهم، وعارفين ان هم لعيبه كويسه، وعارفين ان هم يخرجوا ان شاء الله باذن الله من الموقف ده ان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله. صحيح صحيح. كابتن احمد الجمل المدرب المساعد في الجهاز الفني الاسماعيلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه.